من جبينه أول جوري ورد طير الفرحة غرد من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبات العطرة المعطرة بأريج الورد والياسمين، شهر رمضان المبارك، شهر الخير والرحمة والمغفرة، وأيضا المناسبة العظيمة ذكرى ولادة سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونتشرف أن نكون معكم وفي خدمتكم من خلال هذا البرنامج المبارك مضيف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. رحبوا معي بضيوفي الكرام الرادود الحسيني الملا محمد علي الكعبي، حياك الله أبو حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، أحييكم بتحية الإسلام، كذلك كادر موفق الله يحفظك يا مهدي، أسأل الله أيامنا وأيامكم كل الهلا بيك في ذكرى ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى. أحسنت إن شاء الله في خدمتكم أحنا. بارك الله بيك حبيبي، أحسنت وراح نستفيد من أنفاسك إن شاء الله. نعم بيك. أيضا خادم أهل البيت الشاعر الحسيني أمير عبد الله التميمي أبو حامد، حياك الله عزيزي. بعد روحي كل الهلا بيك أبو علي، الله يخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا أيضا أبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك وولادة سبط النبي الأكبر، سائلا المولى عز وجل أن يجمعنا وإياكم تحت قبة أمير المؤمنين. اللهم ببركة الصلاة على محمد. اللهم صل على محمد. أحسنت يا أبو حامد الطيب، كل الهلا بيك، حياك الله أبو حسين، حياك الله. شلونك وين؟ شلون صحتك؟ خلينا نقهويكم بالبداية، لو شو تقولون؟ خدام لكم، الله يحفظكم إن شاء الله. أبو حسين الجميل، سولف لنا عن القرقيعان وأيام القرقيعان، شنو تتذكر؟ أيام طفولتك، احكي لي أول قرقيعان أبو حسين شنو يتذكره؟ يعني إحنا السنة كلها يعني ننتظر هالليلة، خاصة ليلة ولادة الإمام الحسن، ليلة نص رمضان. نعم. فكنا يعني نتجمع ويا الأطفال ويا الجهال في المنطقة أو الحي. نعم. فنطق البيبان ونقرأ هاي الأنشودة المعروفة. ألف عافية. ونطق التكليت والحلويات. حلو. ونقزلها للصبح. حلو. فكنا نلبس الأزياء الجميلة ويجيبوننا أزياء حلوة لبسونا الأهل الأطفال. حلو. حلو. فكانت ليلة كل جميلة وما تروح من ذكرياتنا يعني. حلو. هاي طرق البيبان وعطاء الهدايا والحلويات. إيه. فهاي باغية في التذكير بولادة الإمام الحسن سلام الله. نعم. وهذا كله من جود الإمام الحسن. سلام الله. فضل الإمام الحسن. سلام الله عليه. أحسنت يا أبو حسين. حبيبي يا أبو حسين. شرب قهوتك أخوي، لا تبرد. نعم بيك. هلا بيك، كل الهلا بيك. أبو حامد. يون. أول قرقيعان قرقعته خلينا نحكيها باللهجة الشعبية، تتذكرها أو لا؟ والله مو كلش بذيك الصورة اللي أتذكرها، لكن يعني الأجواء إحنا مثل ما نعيش أجواء شعبية. إيه. وبالقرية دائما القرية مو مثل المدينة، فهذن المراسيم اللي يصيرن على هذا الشكل يصيرن بالقرية أزود من المدينة. صحيح. القرقيعان بحينا حي الجديدة وأهلنا الكرام يصير بشكل جميل وعلى فطرتها بشكل حلو، يعني بحالة يلتمون الشباب الصبيان الزغار جوقات جوقات من بنات وأولاد يلبسون الزي الرسمي أو الزي المحلي. الأولاد يلبسون الدشداشة والبنات يلبسون عباءة. أحسنت، شكرا. ألف عافية. أي أخوي. يا أخي يقومون بأناشيد فيتقسمون القسمتين، القسمة الأولى مثلا تقول قرقيعان وقرقيعان. أيه. الله يخلي وليد العام وأخذن الأناشيد. ماجينة يا ماجينة. أيه. حسن ماجينة. أول قرقيعان أبو حامد تتذكر عليه سمعت، إيش قد عمرك الشريف؟ أنا عمري 37 سنة. 37 سنة، العمر كله إن شاء الله يا رب. الله يعزك الله. أرجع خلي. بالذاكرة أول قرقيعان بيا منطقة بالضبط وتحديدا وين كنت؟ بالجديدة. بالجديدة نفس يعني المكان اللي أسلت. نعم. أول قرقيعان كان عمري بالسبع سنوات أو ثمان سنوات في بالجديدة كنا،
وكانت يعني أول قرقيعان اليوم صار شف الجهال يرحون ويطرقون الباب وما شنهي. فكرت شنو هاي خوش، قالوا هاي مراسيم القرقيعان وعرفوني عليها. ظليت أبحث على هاي المسألة. فقالوا فلسفة القضية فقالوا هاي يرجع عهدها الزمان الرسول صلاة الله وسلم عليه، الله عليه ميلاد وسلم. اللهم صل على محمد وآله ميلاد الإمام الحسن خوش. ومن بعدين بكافة أنحاء يعني الوطن العربي قاعد يصير هاي، مثلا بالخليج أو نفس هنا عندنا، وإلها مسميات كثرة. مثلا بالعراق ببغداد يسمونه ماجينة، وبجنوب العراق يقولوا له قرقيعان، أو قرقعوها أعتقد يقولوا له بقطر البحرين بهيش مسائل. خوش ومسميات كثرة، قرقيعان بالكويت مسميات كثرة، سنة حسنة والحمد لله. الهدف إن شاء الله واضح، ولادة الإمام الحسن المجتبى وفرحة الرسول الأكرم بهذه الولادة الميمونة. قرت عين مثل ما يوصفون، قرت عين الرسول. أحسنت يا أخوي، الله يبارك فيك. أبو حسين مشتاقين من نعم بيك، الله يبارك فيك ويرعاك. قاطع بينا هاي صار لك فترة أخوي، خادمكم الصغير غصور من عندي من جامع الغصور. بارك الله بك، قصورك بالجنة إن شاء الله. أنت دائما تفضل علينا وتذكرنا، أنا خادم بالمناسبات وبالمهرجانات وبالاحتفالات. الله يرعاك، خادم أنا وباللقاء. أنت ما تقصر ويانا، أنا أتشرف خدمتك، أتشرف خدمتك. نعم بيك يعني والله، هذا الهدف إن شاء الله، هدفنا واضح وصريح إن شاء الله، هو خدمة آل محمد بالبداية وخدمة خدام الحسين إن شاء الله. سيد الشهداء، الله يحفظك يا أخوي، الله يبارك فيك. نستفيد من أنفاسك، القعدة محتاجة، أنظامك المباركة. يمناك 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 يا مولاي الحسن، سلام الله، سلام الله عليك، سلام الله. خادم الحسين الموفق عبد الأمير الناصر، تحياتنا لأبو علي، أبو علي وأبو حسين. يمناك يمين اللي شطر بالكرام، يمناك يمناك يمناك، ما هو بعيد دوم الفضيل مولاي. يمناك يمناك يمناك، كل من والتجدها تصير. يمناك 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 يمناك، شفوفك والكرام نفسي الهويه. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي جودك جودك تجود انت الفضل وحصيت جودك جودا يا 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 ياك يا مني للكرم ملتمس مولاي. جودك جودك من الله خذيت حساب حساب جودك جودك سفرتك نعمة الله أعلى الوطية صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسنها حسنها عجيب الدنيا قارك من حسن. الله جميل. الله حسن ها مولاي، صرت بيها وتباهت من حسنها. حلو. من حسنها من حسنها جمال بيك أفضل. من حسنها من حسنها زليخة تقوم لك تأخذ تحية صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسك يا أبو حسين الجميل، الله يسلمك، بارك الله بيك، وأنفاسك مباركة ولائية إن شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظك يا أخوي محمد، حياك الله مرة ثانية يا أخوي. الله يخليك، الله يحفظك إن شاء الله، كل الهلا بيك. محمد عفوا، الحاضر الغائب نقدر نقول. نعم اي، خلينا نسولف
احنا جايين نسولف سوالف اهلنا، ما عندنا اسئله وما اعرف ترتيباتي مثل ما جايين نسولف سوالف اهلنا. شنو سبب غيابك عن الساحه؟ يعني شاعر مثل ابو حامد امير عبد الله التميمي المفروض الان يكون يعني له دور، وان شاء الله لك دور في خدمه الامام الحسين عليه افضل الصلاه وازكى السلام، ولكن ليش هالغيبه هاي؟ خلينا نعرف. نعم ابو علي، اسباب عده اخوي. واحده من الاسباب كثره الشعراء. نعم. خوش. وثاني شيء يعني المراسيم اللي بحفاوه كتاباتنا صارت المهرجانات والمراسيم حول اسماء معدده مع الاسف. نعم. وهسه يعني ما احنا بذاك اوج الكتابات مالاتنا. خوش. الحمد لله والشكر قاعد لنا حضور، بس مو بذاك الصوره اللي متوقعه. يجوز انا الخلل بي او المشكله. لا لا العفو يعني. العفو بالعكس. بالعكس. لكن المجتمع مثل ما قلت هم ما انصفني وهم انا يجوز ما انصفت روحي بهذا المجال. احسنت. الله احسنت. اليوم احنا من خلال هذا البرنامج المبارك مضيف الامام المهدي الفضائي نتشرف انه تكون ويانا يا ابو حامد. الله يعزك. وان شاء الله البضاعه مالتك اللي هي للامام الحسن المجتبى راح تنعرض على فضائيه الامام المهدي ان شاء الله، اللي هي باسم صاحب الزمان، وان شاء الله تكون فاتحه خير يا الله. يا الله. خلينا نسمع من عندك قصيده ولاده الامام الحسن المجتبى اللي محضرها للامام الحسن يا المجتبى. الله. تفضل. يا حياك الله. الامام الحسن شخصيه للواحد الشاعر او البشر يحتار من يريد يسولف عليه. فقلت حيره شكتب للحسن من مفردات. الله الله الله. حيرة شكتب للحسن من مفردات سهل كلش بس صعب تأويله. اي والله صحيح. حيرة شكتب. الله يحفظك. حيرة شكتب للحسن من مفردات سهل كلش بس صعب تأويله. حسن آية وصاغ هالباري بحنان لازم اتوضى قبل ترتيب. الله الله. جميل جميل. حسن آية وصاغ هالباري بحنان لازم اتوضى قبل ترتيله. صرت شكا هو والقران توم. جميل. الله الله. جميل. صرت شكا هو والقران توم نفس تنزيل الذكر تنزيل كتاب الله وعترتي اهل بيتي. احسنت. صرت شكا رحم الله والديك الله يعزك. صرت شكا هو والقران توم نفس تنزيل الذكر تنزيله ولذلك مولده بخير الشهور حتى من جود الحسن ينطيله. الله الله. جميل. ولذلك مولده بخير الشهور حتى من جود الحسن ينطيله فارس احلام الكرم عين الزمان وهو بالذر والمجد يوميله. حلو. فارس عيون. الله يعزك الله يخليك الله يحفظك. فارس احلام الكرم عين الزمان وهو بالذر والمجد يوميله. تارس عيون الصنم كفخات فاس ومن يطب فاس. تارس عيون الصنم كفخات فاس ومن يطب ساحة وقت حييله. حلو. يا زمان يا زمان ايش بالعجب ما من نشوف قبة فوق المجتبى الضريل. الله. يا زمان ايش بالعجب ما من نشوف قبة فوق المجتبى الضريل. ما نصفت وتظل تبكي ولو بكيت بحر من دم قطره ما تعرفين. الله الله الله. جميل. الله يخليك. طيب الله انفاسك. رحم الله والديك الله يعزك. انا دائما اقولها يجب على الشاعر ان يكون مثقف. هسه الثقافه موجوده ان شاء الله ولكن يكون عنده مطالعه. يعني مثل ما ذكرت هو والقران توم. هذه منين جايه؟ جايه من حديث الرسول الاكرم كتاب الله وعترتي اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي ابدا ابدا. فجميل انه الشاعر يكون عنده مطالعه مثل ابو حامد ان شاء الله. نموذج لكل شعرائنا ان شاء الله الشباب الله يحفظهم ويرعاهم. بارك الله بك. شرفت بك اليوم يا ابو حامد. الشرف رحم الله والديك الله يعزك. نور عيني انت. حياك الله ابو حسين. نعم بك. شو تقول؟ كلش جميل. ليلة سعيدة مباركة والشعر ممتاز. جميل. الله يعزك. جميل. الله يخليك. إن شاء الله مثل ما ذكر أبو حامد الله يجعلنا من زوار الإمام الحسن. الله الله. أمين يا رب. عن قريب ونصنعنا القبة إن شاء الله ونبيل الضريح إن شاء الله.
اللهم آمين. وكما نمشي أيضا إلى الأقدام إلى سيد الشهداء نمشي للإمام الحسن إن شاء يا الله. يا الله إن شاء الله. الله مثل ما ذكرنا الشاعر يجب أن يكون مثقف وعنده مطالعة. الرادود شلون؟ الرادود هم كذلك نفس الحالة، يكون يصير اطلاع عنده على الروايات والأحاديث خاصة المقتل في قضية سيد الشهداء ومأتم سيد الشهداء وباقي الأئمة الأطهار، يكون عنده مطالعة حتى من يأخذ القصيدة ومن يرى القصيدة يعني يعرف مضمون القصيدة شنو. إذا كان بها خلل من مضمون الشاعر أو جاية بها زلفة فهو منتبه إليها، إن عنده معلومة من الإمام من سيرة حياة الإمام. فمن باقي المجالات يكون يصير قوي، ولكن هذا وايد أهم من باقي المجالات. عندنا روايد هو جزء ما عنده صوت وإمكانية وطاقة، ولكن عنده معلومات عن المنبر السيد الشهداء ومنبر صحيح. الحسين وخد خدمة السيد الشهداء وخدمة أهل البيت سلام الله عليه. فمن يطلون القصيدة الإمام الحسن فكون يصير الكلام مضمون ويا إمام الحسن. جميل جدا، بالكرم بالعطاء بالوفاء بالشجاعة لشبيه رسول الله، لكونا هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكون يضمن هذا المحتوى وهذا الكلام والحديث اللي الحديث اللي قيلت بالإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة يعني هاي الأحاديث اللي حتى يكون انطباق الكلام كلام الشاعر مع القصيدة والإلقاء يصير في عاتق الرادود. حسنت. يعني الـ بالأخير اللي يلغي القصيدة الرادود، فكون يصير القصيدة مضمونها جيد وتليق للأئمة وكذلك الإمام الحسن عليه السلام سلام الله، خاصة هو مظلوم عندنا هم بالشعر هم بالذكر هم بالولادة هم بالشهادة. إن شاء الله نرفع المظلومية، إحنا اليوم جايين من خلال هذا إلى هذا المكان إن شاء الله نرفع المظلومية عند الإمام الحسن من خلال الإعلام المبارك ومن خلال هذه الشاشة المباركة شاشة قناة الإمام المهدي الفضائي. سلام الله عليه. أنا جدا مسرور بحضوركم اليوم وأشرف فيكم تاج راسي خدام الحسين. خلينا نطلع إلى فاصل ونرجع إن شاء الله نكمل الأبيات الجميلة مالتكم إن شاء الله السنة الملة، وأيضا الله الشاعر الله. الله يحفظه الله يبارك بكم. الله يخليك. أكو رخصة نطلع فاصل تفضلوا. الله يحفظكم إن شاء الله. أحبائي المشاهدين فاصل صغير ونرجع لكم إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وهذه الحلقات الخاصة بولادة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من برنامج مضيف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. مسرور جدا بخدام أبي عبد الله الحسين الرادود الحسيني الملا محمد علي الكعبي والشاعر الحسيني أمير عبد الله التميمي. حياكم الله مرة ثانية، كل الهلا بكم، شرفتونا ونورتونا، ممنونين من عندك. تفضل علينا. خادم أنا خادم وبسين. شرفنا بلقائك الليلة ولقاء الكادر. أنتم اللي مخلين منا علي وجايين. الوقت متأخر وعندكم أعمال وعندكم أشغال. تفضل. ولكن وقتكم موقف لي خدمة سيد الشهداء فهنيئا لكم. هذا كله مسجل إن شاء الله. أي والله. أبو حسين. نعم. مباشرة مشاركة في دور أروح لك. محتاجين نسمع. خادمكم. الله يحفظك إن شاء الله. أنا عندي قصيدة يعني هو لو هو من الحان والطريقة من تراثنا. أي. كما ذكر أبو حامد زيارة وزيارة المولى إن شاء الله. أي. إن شاء الله يطلع الإمام من هذه المظلومية يا الله، ونبني له إن شاء الله بظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، نبني له إن شاء الله هو بيده الإمام إن شاء الله القبة والمنارة إن شاء كما الله. مبنية لسيد الشهداء سلام الله عليه إن شاء الله. فإذنكم إن شاء الله المشاركة وياي. أكيد لازم مشارك وياك. شلون؟ يا زوار الحسن وياكم اخذوني. الله. يا زوار الحسن وياكم اخذوني. يا زوار الحسن وياكم اخذوني. يا زوار الحسن وياكم اخذوني. يا زوار الحسن يا محلى هالليل حفلنا بالبقيع يصير ترتيله. يا زوار الحسن يا محلى هالليله حفلنا بالبقيع يصير ترتيله. نبارك للنبي الهادي ونهني له بنصر رمضان بارك له بضوء عيوني. يا زوار الحسن وياكم اخذوني. يا زوار الحسن وياكم اخذوني. يحين قلبي البقيع الحسن وانواره
ناره كنيم وبالقبر ما يرد خطاره. الله الله الله. يحين قلب البقيع الحسن وانواره كنيم وبالقبر ما يرد خطاره. نص رمضان حلوة يما لزيارة أزور تربته مشتاق تدروني يا زوار الحسن وياكم اخذوني يا زوار الحسن وياكم اخذوني. نص رمضان من ربك خلق نورة نص رمضان من ربك خلق نورة من وجه الحسن ضاءت المعمورة. قنقيعان عيد الوصي ودستورة آخذ من علي عيدي خلوني يا زوار الحسن وياكم اخذوني يا زوار الحسن وياكم اخذوني. عندي هوسة للإمام الحسن. الحسن رب الكرم معروف واسمه للكرم مطلع حلو. كل من يقصد عنا يخايب منا ما يرجع حلو. تعال نروح أنا وياك وندق باب بالمدمع ما يرجع خالي الدق باب ما يرجع خالي الدق باب ما يرجع خالي. القصيدة والهوسة لخادم الحسين المخلص الموفق أبو علي عبد الأمير الناصر. سنت وأحسن الشاعر بارك الله بيك خادمكم حبيبي. طيب الله أنفاسك يا أبو أنفاسك حسين خذوا روحك يا طيب. حياك الله أبو حامد خويا كل الهلا بيك. شو رأيك بالملة؟ إبداع منعم بيك حبيبي راقي. الله يحفظك الله يخليك بعد قلبي إن شاء الله حامد منورين ومشرفين اليوم. الله يحفظكم ان شاء الله. خليني اسمع مشاركه ابو حامد. اي بالخدمه. الله يبارك. اقرا لك للامام علي سلام الله عليه. شو اسولف لك؟ شو اسولف لك يا المسرسح الدنيا بدير؟ حلو. ويا فيض الكلام اللي يمدح بهمتك ويا حالوب المراجل والزلم نقاط. الله الله عليك. الله شو اسولف لك يا المسرسح الدنيا بدير؟ حلو. ويا فيض الكلام اللي يمدح بهمتك ويا حالوب المراجل والزلم نقاط. نقاط ايش قد ناقع بواكب مايل بقصتك. الله. ويا حالوب المراجل والزلم نقاط ايش قد ناقع بواكب مايل بقصتك. يا اول فزع اول فزع وقت الشدايد ليش رابع بالمفاهن كتبت بقصتك. اكو بالغار واحد يرجف من الخوف. حلو الله. اكو بالغار واحد يرجف من الخوف وعلى فراش الاخلاق تناثرت شفتك. واكو ناس بقصصهم الله يحفظك. اكو بالغار واحد يرجف من الخوف وعلى فراش الاخلاق تناثرت شفتك. واكو ناس بقصصهم طلع الخريط من عركة الخندق قربت تصطك. حد الراية هب الفارس بلف ينشاف قمت له وقام دين الله ولبس دمتك. جمعته وشفت مو حاصلة. قمت له وقام دين الله برز الإسلام. نعم برز الإسلام كله للشرش كله. عفية عفية عليكم عزك الله يخليك. حلو. حد الراية هب الفارس بلف ينشاف قمت له وقام دين الله ولبس دمتك. جمعته وشفت مو حاصلة تفريق قسمت ضرب تقسيمك معدل سيفك كان شاطر بالرياضيات. جميل. العدد قد ما كبر الله يحفظك. سيفك كان شاطر بالرياضيات. العدد قد ما كبر يم شفرته تهزل والشاهد بخيبر زلمة باشط كان بين أهله ورجع من لمعته مهدل. علي شايف قفا من حتى تالي تصير وانت بكل شي بيهم تنحسب اول غيرك كذبوا والكذب ما ينضاك. حلو حلو الله يخليك الله يعزك. غيرك كذبوا والكذب من ما ينضاك لذلك من زرعهم كل شي ما حمل وانت خصانك امتدن السابع دين بسوادف ياهن قاع الله تتكحل يا دنوة الله يمنشف حروش الجوع
المضايق دلال بحضنك مدلل قد ما نشفت قد ما نشفت من اليتامى دموع تشر شفك دعاء ويرجع مبلل قد ما نشفت من اليتامى دموع تشر شفك دعاء ويرجع مبلل ويلوموني علي من منا مدلك ايد علي يلوموني علي من منا مدلك ايد اتوسل ورد لترابك اتوسل اتوسل ورد لترابك اتوسل الله الله احسنت يا ابو حامد طيب الله انفاسك رحم الله والديك جدا جاي استمتع بكلماتك الرائعه والراقية حقيقه مو مجامله الله يحفظك يا ابو علي خادم لك يا اخوي الله يحفظك حياكم الله سؤال مشترك بالخدمه سؤال مشترك للشاعر والرادود نعم خلينا نبدي بابو حسين من رخصتك شنو مثل ما نقول الشيء اللي لازم نسويه كرواديد او شعراء على مود نبين مظلوميه الامام الحسن سلام الله عليه سلام الله عليه بما انه احنا على ابواب ولاده الامام الحسن وايضا شهاده الامام الحسن هم خلينا نجمعها ويا الولاده خلينا نقول شنو مسؤوليتنا يومين بالسنه للامام الحسن المجتبى مثل ما نعرف الإمام سيد الشهداء سلام الله عليه 10 أيام ودائما السيرة خدمة الإمام الحسين نعم. سلام الله عليه ولكن الإمام الحسن خلي نقول هاليومين هاي شنو مسؤولية ملا محمد علي الكعبي اتجاه مظلومية الإمام الحسن شلون يقدر يبين هذا العالم سلام الله عليه هاي يعني وظيفة كلش صعبة ومهمة يراد لها أول دراسة وعلمية ومطالعة في حياة الإمام الحسن عليه السلام ولكن عمليا في المجتمع لابد أن نأخذ من أوصاف الإمام ونطبقها أول على أنفسنا وننزلها بالمجتمع نشوف بالباب الإمام كان كريم سلام الله يكرم الفقراء والأيتام لابد إحنا كخدمة الحسين ورواد سيد الشهداء نتبع هذا المسلك وهذا الطريق أحسنت ننفق للفقراء يعني نجمع أموال نساعد أيتام باسم الإمام الحسن نية وذكر الإمام ونوكد باسم الإمام الحسن أبو حسين هو هذا نفس القرقيعان ليلة القرقيعان أنت تحب أو ما تحب راح يندق بابك أي نعم تحب أو ما تحب خلي أطفالك يطلعون ينطون القرقيعان يا أبا هاي باسم الإمام الحسن المجتبى اذكرها أي صحيح يعني مو أنت جاي أنت والله بس تنطي قرقيعان يلا هاكم وروحوا خلاص إحنا هواي ناس جزء ما تعرف خلي لك فد لافتة باسم الإمام الحسن المجتبى بيوم الليلة القرقيعان أبو علي أكو ناس ما تعرف يعني القرقيعان جاي مضمونة من الإمام الحسن أحسنت لأن هاي الرسول يعني يمكن هاي مسؤوليتنا هاي مسؤولية هاي مسؤوليتنا كعاطل شاعر كرادود ايه؟ هذا على منبر من خارج المنبر أوصاف الإمام إحنا مطبقينها نعم كرم الإمام سخاء الإمام رأفة الإمام كان الإمام كاظم الغيظ يعني يكظم الغيظ الإمام اللي جاء هذا من اليمن القصة المعروفة خان الإمام فغلط على الإمام فالإمام قال له أنت جوعان أنت غريب أنت ما لك أحد فاستغرب فبالمبدأ والمكان استسلم واستشهى على إيد الإمام هي حياة الإمام يعني كلها دروس فترة حياة الإمام سلام الله فمن باب المنبر قاعد ياخذ مجال الحمد لله وشكر ما مقصر المنبر هم في الشهادة هم في الولادة الحمد لله وشكر ولكن لغلة الأيام فالإمام ما ينذكره هواي سلام الله إحنا كنا نطبق سيرة الحياة الموجودة للإمام الحسن نطبقها ننزلها بالمجتمع نعم قلت لك كرم الإمام سخاء الإمام شجاعة الإمام فمن باب الشعر أحد الشاعر يخدم بشعره أهل الأموال والخير تنفق بأموالهم باسم الإمام الرادود يبذل بصوته إمكانيته أبو الحسيني يفتح حسينيته في ذكر الإمام الحسن ليلة النص يوم الشهادة فهذا كله يصير عطاء وإبذال للإمام الحسن ونرفع المظلومية أحسنت. وذكر الإمام الحسن أحسنت يا أبو حسين خادمكم. حضر لي مشاركة بعد أن أسمع رأي أبو حامد وأرجع لك إن شاء الله أنا ود نختم إن شاء الله أخوي أبو علي أنا هم أتفق ويا أخوي الملة هذن المسائل لازم كلهن ينطرحن بالنسبة للإمام الحسن ضيف على هذا الإعلام بالنسبة للإمام الحسن مو مثل الإعلام السائر المعصومين إحنا كون نكثب أنا اليوم كشاعر كون أكتب للإمام الحسن نفس القصيدة أو نفس العنوان أو نفس برامج يصيرا ساعدنا كذا برامج وكذا مهرجانات لازم يصيرا باسم الإمام الحسن حتى لو ما هو بأيام ولادته بأيام شسمته لكن نرجع على نفس التثقيف بشكل كامل
للإمام الحسن والملكة الفور. مع أنه الإمام الحسن عاش مرحلة جدا صعبة, صعبة حقيقة جدا صعبة, بحيث حتى ظلوا يتهمونه أنه مذل المؤمنين وليس أمير المؤمنين من بعض الناس اللي موجودين في تلك الفترة, بينما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحسن والحسين سلام الله عليهما إمامان قاما أو قعدا, القعود عن الحرب قصد الرسول الأكرم. طبعا حقيقة الإمام الحسن المجتبى كان له دور في عدم إراقة دماء المسلمين في تلك الفترة من خلال الصلح. الله يبارك بكم ويرعاكم ويحفظكم إن شاء الله. اليوم إحنا جايين إن شاء الله نعلي كلمة أهل البيت من خلال هذا البرنامج المبارك. أبو حسين أسمع من عندك مشاركة وأسألكم الدعاء. أغرأ لك قصيدة أو أغرأ لك ردة أم أغرأ لك قصيدة أبودية, يعني شلون كيفك أنت؟ إحنا وقتنا انتهى انتهى أي بعد أنت يمك. حاتم حاتم عليك الباري بالتفصيل. حاتم يقولون الإمام كان كريم وصاحب سخاء, وكان الغبل كان بالكرم موصوف من الجزيرة العربية هو حاتم الطائي. نعم, ولكن أين الحاتم وأين الإمام الحسن؟ من الثرى من الثرين. نعم. حاتم عليك الباري بالتفصيل. حاتم حاتم مولاي من سيف الكرم بجفاك. حاتم حاتم أظن تلميذ عندك شان. حاتم تعلم منك دروسي العطية صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدام الحسين شرفتوني ونورتوني, أشكركم جزيل الشكر على حضوركم ومجيئكم اليوم في مضيف الإمام صاحب العصر والزمان, مضيف الإمام المهدي الرادود الحسيني الملا محمد خادم الكعبي. شكرا علينا, الله يحفظك. فزادني شرف وامتنان تاج الراس, خاصة هذه الليلة في هذا الشهر المبارك. الله يبارك, أكون في خدمتكم وخدمة القناة وخدمة المولى كريم أهل البيت سلام الله. الله يبارك, أحسنت يا ملا. نعم بكم. الشاعر الحسيني الأخ العزيز أمير عبد الله التميمي ابو حامد, شكرا جزيلا لك. بروحي الله يعزك. متفضل علينا ابو علي. الله يسلمك ويتفضل لله والديك والله يعودكم. الله يبارك بكم ويرعاكم ان شاء الله, وشرفتوني مره ثانيه. نعم احبائي المشاهدين, هكذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج مضيف الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. التقيكم في حلقه قادمه, تقبلوا تحياتي انا حسين الاميري, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من جبينه اول جوري ورت, طير الفرحه غرت من